المردوديه. اكيد عندنا نويو بدينا نكونوا فيه في المنتخب، النواه هذه هي اللي نحبوا ديما تكون موجوده بحكم اللي ما عندناش وقت كبير، معناتها نحاولوا ديما اللاعبين يكونوا بداوا يفهموا وفات الفلسفه نتاع المدرب، بداوا يستانسوا يتعودوا بالديسكور اللي يصير. التجاوب الحمد لله كان موجود في المباراه الاولى والمباراه الثانيه، وان شاء الله يتواصل على نفس الوتيره. عبد المجيد، نبدا معك انت، كيف شفت هذه القائمه اللي اختارها فوزي البنزرتي وقيس اليعقوبي؟ تقريبا 80% اللي وقاس دعاهم في المرحله الاولى مع المدرب فوزي البنزرتي قين نفسهم هما. لكن فما كلمه قالت ناخذوا اللاعبيه على الروندمون وعلى البيرفورمانس نتاعهم وعلى التون دو جو اللي قاعدين يلعبوا. شريدة قاعد يلعب، شريدة مش قاعد يلعب. دونك اليوم فما تناقض في الكلام. دونك شريدة مش قاعد يلعب. دخل المجبري يلعب في بيرلي، تبعته برشا برشا. صحيح قاعد يلعب يكور، مي ني با تري بيرفورمون، مش صحيح. أنا نتبع في الشامبيون شيب. رجوعه في المجموعة معقول. الملاعبية اللي جبناهم الكل من برا. الياس سعد ثاني مرة يعمل أبسونس. الأول مرة قال استدعاءه وتغاب وتعوض طيب بالخضراوي. نفس الشيء المرة هذه نفس الشيء يغيب. أنا نقول الملاعبية اللي ينشطوا لبرا واللي هما توانسة واللي جبناهم ما عطاو حتى بيرفورمانس. وأنا معاك. ما عطاوش. نلقاهم نفس موجودين. دونك نتسائل اليوم المنتخب الوطني التونسي مع احتراماتي الجزيري ما عندناش أتاكون، ما عندناش أفون سونتر، عندنا مشكل. ونيفو دي ليكيب ناسيونال شكون اللي تراه يستحق مكانه ما عيطولوش تو حاليا نعطيك. شوف، لازم تكون عندنا فيزيون، عندنا رؤيه مستقبليه. احنا ماشيين كوب دافريك وعندنا 70 و80% باش نمشيو نعملوا كوب دي موند. معنا الكور تيرم وعندنا من بعد. انا نقول فما ملاعبيه نعيطلهم مش باش يلعبوا. علاش ما نختارش فما عندنا تروز اتاكون مشروع نتاع ملاعبيه نتاع مستقبل اللي هما قديده نتاع ستاتيوزيان، كادا نتاع الترجي، وبن عمر نتاع سي اس اس. هذوما ثلاثه. علاش ما ندخلهمش انا في الجو نتاع ليكيب ناسيونال ونحطهم ويستانسوا بالاجواء ويتمرنوا مع ليكيب ناسيونال وتدريجيا نحضرهم. هذوما ملاعبيه نجمو نعملوا عليهم. دونك في ليكيب ناسيونال لازم تكون عندك فيزيون مش دون الكورتين برك، لازم حتى دون الموينتير. دونك هذا مش موجود في ليكيب ناسيونال. دونك انا شو نقول؟ هالليكيب هذيا معناها مع احتراماتي ليهم معناتها فشلنا معاهم في الكوب دافريك السابقه، خرجنا من البريمي تور. نلقاو تقريبا 80% نفس الاسماء. دونك اليوم عندنا فقر كبير على مستوى الملاعبيه والكاليتي دي جوار في البطوله وفي ليكيب ناسيونال. في المنتخب. واضح سي عبد المجيد، قبل ما نجيك سي صالح وسامي يطلب في كلمه. فصل إشهاري ونرجو نحكيو على قائمة المنتخب الوطني.
مرحبا بكم مجددا، نرجع لك مباشرة سي صالح قراءتك في قائمة الناخب الوطني فوزي البنزرتي. صاحبي كالعادة كل قائمة كل استدعاء وكل مباراة ونفس الكلام نسمعوه، كل واحد عنده قائمة والناس مش راضي على هذا. صحيح فما في القائمة برشا ملاعبية وقاعد دعوتهم ومش قاعدين يلعبوا، أما هذاك اش عندنا في كورتنا؟ هي علاش تعيط لهم كيما لابسة؟ علاش نعيط؟ يا صاحبي هذاك اش عندنا؟ ما عندناش، راه كورتنا فقيرة، علاش منا نكذبوا؟ معناها نمشوا لمدام معنا نجيبوا حتى من الكلينيك نطلعوه ونجيبوه نلعبوه؟ ما عندناش يا صاحبي، هذاك هو وقعنا، راهو الناس يا صاحبي راهو عملنا أغلاط عندنا خمسة وستة سنين التالي قاعدين نخلصوا فيها توا ومازلنا مش خلصوها. راهو كي تشوف توا كي نقارنوا رواحنا، المغرب عندها 35 ملاعب ولا 40 ملاعب بفرد مستوى، الجزائر كيف كيف، مصر كيف كيف، احنا وين نحطوا رواحنا؟ احنا ما عندناش ملاعبيه، عندنا ملاعبيه متوسطين متوسطين جدا، كسوا اللي يلعبوا في البطوله نتاعنا ولا اللي يلعبوا خارج تونس، ولذا الكل نتيجه ايجابيه تجي ما نجمو كان نفرحوا بها. المدرب فوزي البنزرتي والستاف نتاعو راهو ما عندهمش ملاعبيه واسامي كبار وخلاهم ما جابوهمش، اللي موجودين جابوهم، هذيك هي كورتنا وهذيك هم المستوى، وماكش مش تستنى اكثر من هكا، وما عندكش ملاعبيه ابار اللي سميهم مجده بوتيتر فهم مجتمع تاع اربع خمس سنين لقدام، سي خاطر الا غالب ما خدمناش وما طلعناش، اعطيني شنو انا هو الملاعب اللي طلعناه في الخمس ست سنين. كمال سي صالح دابري كلامك انت، لا عاد نعملوا ندوه صحفيه يا خويا، نعملوا ليست اللي عندنا نتاع كل يوم هذوما هارم لين نكملوا العام وكهو، ما عاد نعيطوا لحد ستين فورماليتي علاش يلعبوا مال الاخرين؟ اسمعني اسمعني، ستين فورماليتي الندوه الصحفيه ثاني هلال ما يستحقش بلاصه في المنتخب. لا معاك اسمعني، اوني با ان جور بري، نحكي لك في المطلق في العموم ما عندناش، عند شنو عندك الملاعبيه؟ عندك انت ابراهيم دياز تاع المغرب، عندك محمد صلاح، هذوما ملاعبيه يعملوا لك الديفيرنس في الجزائر، تمشي عندك اربع خمس ملاعبيه وملاعبيه ويعملوا الديفيرنس. واضح سامي. ملاحظة على البارح، لا 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 حبيت نعمل ملاحظة على البارح، البارح إلي يو نيس باريس سان جيرمان، العابدي إلا في دو رول، إلا في لو رول باش يحصر الحكيمي وما يخليهش يقدم، وإلا في وكان عنده أن رول أوفونسيف، نون سولمون وقف الحكيمي ومشى ماركا ماركا وما الماتش كبير ومشى ماركا. أنا مانيش موافقك لأول مرة، انت تقول لي احنا عندنا جوارات متوسطين، خلينا نتفاهم ولا حاجه، احنا وقت عندنا جوارات متوسطين احنا ناخذوا للفريق الوطني جوارات اللي اقل متوسطين منهم، مثم على الاقل سامحني الكلمه، عندك في الهم ما تختار، عندك على الاقل تاخذ لي جوار كي سون بيرفورمان. قلتها انا المره الاخرى وهذا شيء معناتها محيرني فوزي البنزرتي، معناتها جو سوي ايتوني بار لي شوا دو فوزي البنزرتي. القاعده انك انت تاخذ اللي يستحق وتاخذ اللي بيرفورمان. يا سيدي احنا عندنا لاعبين متوسطين وتزيد ما تاخذش اللي يستحق وتجيب لي جوار كي نسون با بيرفورمان، وثم ديجو ثم لاعبين ولات عندهم كتاب نتاع تاريخ مع الفريق الوطني هذا. مثلا الخمسة ستة سبعة سنوات الأخيرة هذوما اللاعبين هذوما ما عطاو حد شيء للفريق الوطني. شكون هما هذوما؟ لا خلينا نشوف. السخيري وساسي سيء ومساكني سيء، ثم لاعبين وفاو ما عادش ينجموا يعطيوا للفريق الوطني. نحكيه وحكيت أنا المرة الأخرى عودة توا عبد المجيد القبنطيني. سي با لو كور تيرم، اثنين سي لو كور تيرم، خاطر عندك اقل من عام ونص عندك الكان، واقل من عامين عندك الكوب دو موند، سي دو تري 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 كور تيرم. دونك الفيزيون هذه شنو اللي يحب يعمل بالفريق الوطني هذوما؟ وشنو اللي يحب يعمل؟ لاعب على الاقل اللاعبين كي سون بيرفورمان، اللي عندهم دي بيرفورمانس. كان انت مش تجيب جوارات وحكينا عليها المرة الأخرى اللي بعد عامين ما عادش عندهم لا العمر ولا الجهد، وتزيد تزيد تاخو في لاعبين لي بيرفورمانس نتاعهم سون تري مويان، حنبع المجبري سي تري مويان، نعطيك 10 لاعبين أخرين في القائمة هذوما، الجزيري مش قاعد يلعب، كي نو سون با بيرفورمان، إي نو سون با بيرفورمان. اعطيني انا، اعطيني سي فوزي البنزرتي نحبه يجي نهار ونيا صاحبنا فوزي البنزرتي يجي عم يقع معناتها نسالوه ويعطينا اجوبه حقيقيه.
ما عندناش اوجبه، متحيرين. ما ليكيب هذه وقت تشوف انت يمشي ان جارديان في السيليكسيون ما لعب حتى دقيقه، وسامي هلال ما يلعبش، وقت تشوف حارس مرمى النادي الرياضي صفاقسي اللي في وقت قريب وتكلمنا على هذايا لاسباب واحد حطوا تروازيام جارديان اليوم الي اون ايكيب ناسيونال، معناتها ما عادش نفهموا حتى شيء. وقت تشوف لاعبين قاعدين يغلطوا في البطوله التونسيه وين سون با بيرفورمون، ولا هذيا يلزمنا نجيبوا التوانسه اللي في الخارج. يا خويا التوانسه في الخارج توا وقت تجيب العابدي، ثم شكون يتكلم في العابدي اليوم؟ لا ما يتكلم حتى حد في العابدي. الاخرين 90% منهم كان ما نقولوش اكثر، ثم نقاش عليهم. نمشي نسد لونترينور نتاعهم، نشوفوا في لي بيرفورمانس نتاعهم كي سون تري اي تري اي تري موان. وقت تشوف اليوم المساروة عندك، معناتها اليوم لاعب 22 مليون دورو السو نتاعو يظل يلعب في انتراكت فرانكفورت ولا حاجة، إلي لو ميور بوتور، الفالور نتاعو 22 مليون دورو. اسمعني تجيب، سامحني جست نكلمك سيدي، يعني تجيب جوارات كاثنين كنت الماير مينيش اكزاكتومون، تجيب انت ملاعبيه الفرق نتاعهم ما عادش يجدوا لهم البرة، تجيب فيهم ونيه خويا عندهم اربعه وخمسه وسته وسبعه سنين يكفي. واضح سيدي الموضوع للمتابعه سيدي. فوالا مكر يعني قالوا كل شيء. نتسائل على مدرب الحراس اللي كان في الملعب التونسي واللي هو عم ناول كان مع سامي هلال، اليوم نتسائل هو في المنتخب وما راشي ما تفرجش على سامي، ما تفرجش شنو الاطراح اللي جابه، وما تفرجش على معناها تقول لي انت نجيبوا اللي لعب اكثر، معناها ثم الحارس الثاني ما لعبش حتى مقابله، خلاه وجاب جابه وخلى زملائه نقطه صفين في الحاره وصار الحراس كاو. سيمونجي النصري فوزي البنزرتي يقول لك فكرنا في حارس شبيبه العمران. شوف سي صاحبي، انا لا اريد ان اكون متطرفا في افكاري وفي معناها سامي كان متطرف. لا 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 مش هذا، لا لكل واحد عنده معناها الراي نتاعه، ولكن راهو رضا الناس غايه لا تدرك. انا مع سامي في اللاعبين اللي ينشطوا برا، في حقيقه الامر لابد فوزي بنزرتي ان يعطي الفرصه للاعبين اللي موجودين في تونس. وعلاش انا نقول لك رضا الناس غايه لا تدرك، ولابد ان يتركوا معناها حريه الاختراع للمدرب الوطني فوزي البنزرتي، لانه زاد عندنا فكره اخرى، وانه كل واحد يدافع على الراي نتاعه. اذا سالت واحدا يحب النادي الافريقي يقول لك علاش معتز زمزم مش موجود، اذا سالت واحد من الترجي يقول لك مثلا فلان، ولا في الملعب التونسي كل واحد يغني على ليلاه. لا مش حتى يغني على ليلاه، ولكن فوزي البنزرتي راه عنده رؤيه زاده، هو يفكر في التاهل، وممكن يقول لك كنظره قريبه واني نفكر في التاهل، وبعد ذلك نفكر ممكن في الاختيار. وكما قال سي عبد المجيد ممكن يعيط المجموعه من اللاعبين الشبان ممكن اكثر، ولكن هو عنده هدف ممكن قريب ومش معناه ينظر الى المستقبل البعيد، انه يفكر في التاهل، ويقول لك بعد ذلك لكل حادث حديث ولكل اختيار معناها موعده الذي تحدده ممكن الاهداف نتاع الاطار الفني بقياده فوزي البنزرتي. واضح، لا نشك لحظه ان المدرب القدير فوزي البنزرتي يحب النجاح للمنتخب الوطني، ماذا به يعمل اختيارات الصحيحه، لكن نقول له في كلمه واحده سي فوزي، حذاري من العواطف، ما تحلش وزنيك لحتى واحد، وخلي سياسه العدل هي مقياس العمل في المنتخب الوطني، بعيدا عن الوان الفرق، الملاعب اللي يستحق باش يكون موجود في المنتخب حسب المردود نتاعو فوق الميدان مرحبا به في المنتخب الوطني. سيد المخرج نمشي توا مع فقر سكوبات واخبار.